رمضان بوابة الخزائن، وخزائن الله أوسع من عظيم الأمنيات، وكل من عثر على الطريق إلى الخزائن وصل. قرع الشيخ بهذه الكلمات باب القلوب ثم قال: بسمك اللهم نبدأ. الرؤوف الرحيم. دنت الليالي العشر والمرافي مهيئة، لكن الناس بين مد وجزر. القطوف دانية والجنة مسرجة، ومعارج الأجور هيئت. الليالي العشر، نبض رمضان الأخير. هنيئا لمن شدوا اللجام وشدوا المئزر وأسرجوا الخيول نحو أنجم الأجور. لذا شد مئزرك، هذا أوان جدك، ثم عدني ألا يراق وقتك على قارعة السفاسف. وكل زمان الجهاد في الجنة عبارة عن لحظة. هو الرؤوف، يمنحنا ليالي القدر برحمته، والرأفة هي الرحمة إذا تناهت واشتدت واستوت على سوقها. هو الرؤوف، ينبت في أعتاب الدعاء غيث الإجابة، فقل: يا الله اطوي عنا بعدك. إنه إن أقبلت عليه أقبل على إصلاح شأنك. واستعن بالله على التوفيق لمراضيه، فإنه إن أرادك هيأك لما يرضيه. تراه مع عبده يأخذ بيده إن عثر، ويمنعه من الفتنة إن هم، ويستر عمله عنه حتى لا يقع في فتنة الوهم، ويرقيه إلى مزاحمة الكمل، ويجمع الله له الكل. وأن الله رؤوف رحيم. وما الفرق بين الرحمة والرأفة؟ الرأفة أخص من الرحمة، وهي خير في جميع الأحوال وفي الظاهر والباطن، والعبرة في النهايات. فإن جف نهرك وغابت الأمنيات فقد أرادك لأمر، وإذا أرادك لأمر هيأك. فإذا بالابتلاء مدارج الترقي، وإذا بالمحن أسباب الوصول. تأمل خرق السفينة وقتل الغلام، ألا تجده رؤوفا رحيما؟ يستوحش العبد لفقد غرضه ولا يفهم المصلحة. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، فلا تسأل شيئا إلا وتقرنه بسؤال الخيرة، فتثاب وتجاب إلى ما ينفعك. ربما أراد عزلك، والعزلة عن الشر حمية، والحمية سبب العافية. والعبد ممتحن بالبلاء ومتعبد بالدعاء، فسلم أقدارك لله تسلم، والاستعجال مزاحمة للتدبير. تأمل يعقوب لما ضم فقد بنيامين إلى فقد يوسف، اشتد أمله فقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. والله إن من رأفته ألا نفقد الطريق إليه. والحذر الحذر من كل ما يوجي بين يديه الخجل. كم من مواسم ضيعتها الذرائع. اللهم لا تحرمنا الدعاء، فهو روح الأمل وساعة الانتظار. اللهم هذا زمن ثوران الشهوات وإغلاق الأبواب وعصف الغرائز، ثم صوت الإغراء ينادي علينا: هيت لك. اللهم هذا زمن الأخبار
والأخبار صارت محرقة الأعمار. ربنا إنك رؤوف رحيم، نتوسل إليك سترك في الختام، وأن تلقي علينا في هذا الحريق منك السلام. يا رؤوف يا رحيم، ارحمنا رحمة تبلغ بنا منتهى النعيم. رمضان في صحبة الأسماء الحسنى، بقلم الدكتورة كفاح أبو هنود، بصوت طه الصوري، التأليف الموسيقي والهندسة الصوتية حسن عصام. مستمعين الكرام، كنا وإياكم في صحبة اسم الرؤوف الرحيم من برنامج في صحبة الأسماء الحسنى، إلى أن نصحبكم في حلقة جديدة مع اسم آخر. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.